تقول عائشة: خرجت في ليلة بعد أن نشط، طابت من الحمى التي جاءتها ولم تعلم رضي الله عنها بما قيل فيها. خرجت مع أم مسطح وابن مسطح ابن خالتها، أو مسطح ابن خالتها. أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق عليه، شهد بدرا وتكلم فيها مع حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش رضي الله عنهم جميعا. تقول: فمشيت مع أم مسطح أقضي حاجتي، ونحن راجعين عثرت أم مسطح، ومن عادة العرب إذا عثروا يسبون من كان سببا في المصيبة التي تأتيهم. قالت أم مسطح: تعس مسطح أو هلك مسطح. قالت عائشة: لا تقولي هذا الكلام، والله إنه رجل شهد بدرا مع رسول الله، والرسول أخبر أنه من شهد بدرا قد غفر الله له. قالت له أم مسطح: والله ما علمت يا عائشة ماذا قال عنك. قالت: وماذا قال عني؟ قالت: رماكي بالزنا، رماكي بالفاحشة والزنا، حتى قال الناس بقوله. فقالت عائشة: أهو قال الناس عني هذا؟ قالت: نعم قال الناس عنك ذلك. تقول: فبكيت. قالت أم مسطح: فشهقت شهقة، خشيت عليها أن تموت، وركضت رضي الله عنها وجرت حتى دخلت إلى بيتها، فلقت أمها عند الباب فقالت: يا أمه، إنني سمعت ما يقال عني، أو حقا ما قيل؟ قالت أمها: أي والذي نفسي بيده، لقد سمعنا ما قيل. قالت: أو علم أبي؟ قالت: علم الصديق رضي الله عنه. قالت: أو علم رسول الله؟ قالت: علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: فأخذت أبكي حتى كاد أن يغشى علي، وأبو بكر كان في سطح البيت يصلي، فسمع صوتها وبكاءها فنزل، فقال لأمها: لما تبكي عائشة؟ قالت: إنها علمت ما يقول عنها الناس، وتفطرت كبدها من البكاء. وقام أبو بكر رضي الله عنه الشريف الطاهر وبكى رضي الله عنه وأرضاه، وقال: والله ما من أهل بيت أصابهم مصيبة كما أصيب بيت آل أبي بكر، والله ما رمينا بها في الجاهلية، أفنرمى بها في الإسلام؟ والله ما رمينا بهذه الفرية في الجاهلية، أفنرمى بها في الإسلام؟ فقال النبي، فقال عمر لرسول الله: يا رسول الله، زوجك لقد زوجك الله إياها، ووالله إن الله لا يدلس عليك. فبكى رسول الله وقال: قل لهم يا عمر، قل لهم يا عمر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على المنبر فوقف وقال: يا أيها الناس، بلغني أن رجلا يؤذيني في أهلي، وما علمت عن أهلي إلا خيرا، وقد شهد الناس بذلك، وقد ذكروا لي رجلا ما علمت عنه إلا خيرا، ولا دخل بيتي إلا بإذني، وقد شهد بدرا معنا، فمن يعذرني في حقي من هذا الرجل؟